ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة 28 من الدوري المصري ومباراة الإنتر مع ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالحوار الوطني هيناقش بعض قضايا المحور الاقتصادي اللي بيضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، تخصص جلستان منهم لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية. وعلى التوازي يتم تخصيص الجلستين المتبقيتين لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات في إطار الجولة 28 من عمر المسابقة. هيلتقي حرس الحدود مع المقاولين الساعة 5 العصر، وفي 7 مساء هيلتقي سموحة مع فيوتشر، الساعة 9:30 هيلتقي طلائع الجيش مع فاركو. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراة الإياب في الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا، هيلتقي فيها إنتر ميلان مع إيسي ميلان الساعة 10 بالليل.